نظمت حملة المرشح الرئاسي حازم عمر مؤتمرا جماهيريا بمحافظة الإسكندرية لدعم مرشحهم الرئاسي بحضور قيادات ونواب حزب الشعب الجمهوري وبعض الرموز الوطنية والقيادات الشعبية بمحافظات قطاع غرب الدلتا. ويعد هذا هو المؤتمر الانتخابي الثاني للمرشح الرئاسي حازم عمر لمناقشة أبرز المشاكل التي تواجه المواطنين في محافظات غرب الدلتا، وأيضا طرح ومناقشة الحلول التي يقدمها البرنامج الانتخابي للمرشح لتلك المشكلات.